على القيام بهذه المهمة وعلى هذا العمل اللي قام به نيابة عنا كاملين، وعلى هذا اعترت بي كذلك سلسة توجيه الجمع العام وإبداء الملاحظات حول مجموعة من النقاط، سواء منها اللي تتعلق برئاسة أعضاء الجمعة أو اللي تتعلق بالتعديلات أو اللي تتعلق كذلك بحصيلة العمل أو اللي تتعلق بالتقرير المالي. ولكن سابق ذاك فإنها ستفقد حقها في المشاركة في أي اجتماع للفضاء إلى حين تسوية وضعيتها المالية. كم دقيقة شغله هو ده يعطي من وقته يعطي من فوق ثم اللي وهذا ما نظن عنه لا يلوح في شيء. هذا والله بدو بقول تعلم المكتب ما فين حتى يترشح المسائل ذا. فعلا سقع سالهم كاملين تفضل. فهمت يا سيد الرئيس؟ أنا نظن عن هذا الله يجزيك تجدهم بالخير. هذا نقطتين تحاولوا فيهم إعادة النظر. بالنسبة لي كعضو ديال طرحي المركزي التابع للمبادرة الوطنية التنمية البشرية، فعلا دوري وأن يشرفنا على هذا الانتخابات ديال هاد الفضاء الجمعوي. بالفعل انها كانت حاصله تعطي نتائج ايجابيه بالنسبه للمجتمع المدني، وبالفعل حتى الاستراتيجيه باش تم انتخاب الرئيس كانت ديمقراطيه وكانت شفافه، وبالفعل انها غادي تعطي واحد قدوه وتعطي واحد قفزه نوعيه ايضا للمجتمع المدني على الجهه نظرا للبرامج والتي سطر هذا الفضاء والمشاريع حتى اللي وضعها وكذلك الافاق المستقبليه. ممكن معلي لنا كفريق تنشيط كعضو فريق تنشيط كنشجع هذه الفئه ديال هذا المكتب اللي هما حقيقه فئه الشباب لهم طموح، وحنا غادي ندعموهم لا من حيث اننا بصفتي كفاعل جمعوي ومن القدماء ديال الفاعل الجمعوي على صعيد جهه وداب القويره وكفريق تنشيط داخل الجهه كندعموا مثل هذا العمل الاجتماعي اللي كيعطي واحد القدوه وكيعطي واحد فعاليه ثقافيه اجتماعيه للمجتمع المدني على هذه الجهه، وهذا يدل على ان فئات المجتمع المدني سيساهم مساهمه فعاله في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لهذه الجهه ولما على الصعيد الجهوي والوطني والدولي. وشكرا لكم على الاهتمام ديالكم بهذا التشجيع وهذه الفئات اللي هي حقيقه لان الصحافه دائما كنقدم لهم دعم ديالنا وتشكرات ديالنا التتبع ديالهم لجميع الانشطه اللي كتقام على هذه الجهه. اصلا راه وي مساله اللي تبقينا في العرض. نعم. لانه راه من اللي يبدا يبدا بجماعته، حنا نبدا نعم. كنا تقريبا مثل الجمعيه ولا مثل التعاون ولا مثل الجمعيه ولا مثل كاع راسه. نعم. اذا يبقى عنده اكراهات. نعم. نحن خاصنا ننزلوا جد من خلال هذا اللقاء هذا الجمع العام حاولنا ما امكن ان نكرس العمليه الديمقراطيه، لان العمل الديمقراطي هو ثقافة وهو حياة بالنسبة للمجتمع المدني يجب أن يمارسها حتى يمكن أن يصدرها للمجتمع. وكنا من خلال هذه الممارسة نحاولوا باش نفرزوا مكتب يخدم الفضاء الجمعوي. ونتمنى اليوم حضرنا يعني الجمع العادي للفضاء الجمعوي، واليوم يعني تم بث روح في هذا لهذا الفضاء وإعلان ميلاد جديد له، يعني تزامنا ويعني استمرارا لما حققه يعني في السنتين الفارطتين من مجهودات صراحه كانت جباره من جميع الفاعلين وجميع الجمعويين في المنضويين تحت هذا الفضاء. واليوم تم يعني تجديد تاسيس هذا الفضاء تحت يعني رئاسه يعني السيد المقاري احمد، يعني الحمد لله بعد تشاور جميع يعني الفاعلين الجمعويين بكل ديمقراطيه وبكل تشاركيه، وتم يعني تجديد المكتب على ان يكون هذا المكتب يعني يتحمل المسؤوليه الملقاه على عاتقه واللي تحملها المكتب الفارط، ويستمر يعني في النهج اللي كان تحمله يعني الفريق في الفضاء الجمعوي يعني في السنتين الماضيتين. شكرا. اليوم الحمد لله وفق الله هذا الفضاء
الجمعوي اللي دار الجمع العام ديالو في الوقت ديالو، واللي الحمد لله اللي خرج واحد النتيجه زينه، واللي هو كانت فيه انشطه اللي كانت في المستوى وعرضها المكتب بواحد الشكل اللي هو كان مشرف. الحمد لله حنا كجمعيات المجتمع المدني وجهات واد الدهر الكبيره حنا انخرطنا في هذا الفضاء الجمعوي، وفعلا خدمنا جميع فيه من اجل الرقي بالعمل ديال الجمعوي بجهات واد الدهر الكبيره، وفي نفس الوقت خصنا العمل الجمعوي كيفاش خصو يتحرك وكيفاش يخدم وكيفاش يفكر جميع ويخدم جميع. هذا هو الهدف من العمل الجمعوي ومن المشاركه ديالنا في هذا الجمع العام. الكلاس المرفوعه للسده العاليه بالله جلاله الملك محمد السادس نصره الله بمناسبه انعقاد الجمع العام العادي لهيئات ومنظمات المجتمع المدني المنضويه تحت لواء الفضاء الجمعوي بجهه واد الدهر الكبيره. نص البقيه: مولانا الأمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين سليل دوحة شرفاء الغر الميامين، السلام على المقام العالي بالله ورحمة منه تعالى وبركاته. وبعد تقديم ما يليق من فروض وآيات الطاعة والبيعة والإخلاص والولاء، يطيب لنا نحن رؤساء ورئيسات هيئات ومنظمات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء الفضاء الجمعوي بجهة واد الدهر الكبيرة المشاركين في الجمع العام العادي المنعقد بدار الحي المركزي بمدينة الداخلة يوم الأحد 5 يناير 2014، يشرفنا أن نرفع إلى الجناب الطاهر والشريف بقية الولاء هاته، معبرين من خلالها عن تجندنا الدائم وراء جلالتكم وتمسكنا المستميت بنهجكم القوي في تكريس وتقوية وتفعيل دور المجتمع المدني في بناء المسار الديمقراطي والحداثي والتنموي للمملكة المغربية العريقة والشريفة صاحب الجلالة والمهابة. لقد شكل هذا اللقاء في إطار الجمع العام العادي للفضاء الجمعوي فرصة لتقديم حصيل